مساكم الله بالخير، رجعنا لجدائي مرة ثانية نغطي لك مشهر متميزة عندك 6767 اللي غطيناه قبل أسبوع، اللي هو نصف وقفة في الثبات والوقفة، نص وقفة. بعدين الموديل الثاني اخترنا لكم 70 بنتلي، ربع وقفة، نصف وقفة، ربع وقفة، طايح على نعومة على ثبات بسيط. هذه ثلاث أقمشة على ضمانتي، هي إن شاء الله خيارات رسمية للعيد. نص وقفة، ربع وقفة، طايح بشكل كامل، وفي ثبات بسيط يعطيك على الرسمية وعلى جمال. اللي يحب السلك هذا بديل السلك وأجمل من السلك. هذه يسمى مشروك طايح. أنوه لكم يا شباب، الشكل هذا الرول يسمى عرض القماش، يجي عرض واحد، يعني انت تحتاج اللي طولك 170-175 تحتاج من 4.5 إلى 5 متر. اما العرض الواحد تجي بالشكل هذا، الرول يجيك مربع فيجي عرضين، فتحتاج انت طولك 175 تحتاج من ثلاثة متر الى 3.5 متر، فتختلف مقاسك من العرض والرول. العرض واحد في الرول والعرضين في الرول المربع، لاحظوا مهمة. طبعا تكلمنا هذه الأقمشة الثلاثة من الجديعي كلها بنتلي، وستة سبعة ستة سبعة موديل ستة سبعة ستة سبعة متوسط الثبات، يعني نقول الوقفة يعني هي الثبات. أما موديل سبعين برضو بنتلي يعني مش متوسط، ربع وقفة، يعني ثباته بشكل أقل من المتوسط. أما الخامة الأخيرة اللي يسموها المشروك الطايح، اللي ما في لا ربع وقفة ولا نص وقفة، على نعومة وفيها ثبات بسيط جدا، يعطيك رونق، فقط رونق القماشة والخامة المشروكة. هذا بنتلي 9000. اللي يلبس سلك أو قاعد يقول أبغى سلك، هذا بديل السلك، أبرد من السلك اللي هو الخيط البوليستر الخالص الصناعي، ما يوجد نادرا، لكن أنا أنصح اللي يأخذون السلك طايح يأخذون هذه الخامة بنتلي 9000. نجي للكينج اللي أجمع عليه الجميع، كل العالم، ما أدخل محل سمير رميس أبو صافي، سمير رميس الجديعي، سمير رميس الكسائي، سمير رميس ركن الأصواف، كل ما شركة ولها خاماتها، ما أقدر أضمن هذا أجود من الثاني، كل واحد له شركته، كل واحد له مصدره، لكن أنا أثق بعد الله عز وجل في الشركة العريقة اللي قبل ما أنا أعلن لها أو أني أوسع عليها. نتكلم عن العرض الخامة، إذا كانت القماش عرض واحد يسمى عرض واحد، تجي بالرول، هذه تحتاج طول زيادة إذا كنت سمين أو بدين أو عريض. هذه الخامة يسمونها العرضين، يعني تجي بالرول المربع مش الرول الاسطواني، فتاخذ أنت يا الشخص أقل أمتار من الرول، فهذه تجي عرضين يعني 3.5 تاخذ. سمير رميس موجودة في الجديعي، سمير رميس في ركن الأصواف، سمير رميس موجودة في الكسائي، موجودة في باكرموم، موجودة في 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 في, في أكثر من خياط برضو يوردها، لكن خامة الجديعي متميزة في البنت في سمير رميس رولز. سمير رميس رولز فيها ثبات، فيها طيحان، فيها نعومة. طبعا خامة سمير رميس الجديعي فخمة فاخرة من الآخر، ما هو إعلان ولا شيء، أنا متذوق وشغوف في المجال، فقاعد أدلكم على الشيء اللي يجملكم. إحنا مقبلين على العيد، الله يطول عمارنا ومعاكم على الطاعة. في اللون الثلجي وفي اللون الكريمي أو الأصفر، خذوا الثلجي مع شماغ بنتلي، مش بنتلي، بنتلي أو شماغ كلاسيك اللي اسمه فيلفت إليت أو فيلفت روز، اللي أنا ألبسه قبل فترة، خذوها وتدعوا لي.